انا متاكده بان جميع النساء كيستناو هذا الفيديو. من اقوى الوصفات لزياده الوزن وتكبير المؤخره والارداف والزياده وتكبير اي منطقه بغينا نكبروها ولكن بدون اضرار. كيفاش غادي نعرفوا الانبر الاصلي من المزور؟ اش من انبر اللي نديرو؟ واش الزرق واش الرمادي واش الكحل؟ كيفاش نصوبوا تحاميل الانبر ونصوبوا تحاميل بدون انبر؟ هادشي اللي غادي نعرفوا ان شاء الله، وغادي نعرفوا مكونات اخرى او منتوجات اخرى اللي كتزيد لنا في اي منطقه بغينا، زائد الاجوبه على جميع الاسئله الخاصه بهذا الموضوع. هذا غادي تكون ان شاء الله في المتناول ديالكم، وكونوا على يقين بانكم غادي تلقاو النتيجه مبهره وفي مده وجيزه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جايبه لكم هذاك الموضوع اللي داير لكم واحد الضجه كبيره وتيجوني عليه بزاف ديال الاسئله البنات. ما تخيلوش يعني في الاذهان ديالكم شحال ديال الاسئله كتجيني في اليوم على هذا الموضوع. هذا اللي غادي نتكلموا عليه اليوم، غادي نحاول ما امكن انني نجاوبكم على الماكسيموم، يعني غادي نحاول دايره في جهدي وعقلت على الاسئله ديالكم باش ما نخلي ان شاء الله حتى شي سؤال. اليوم غادي نتكلموا على التحاميل الصحراويه، واش مفيده ولا مضره، امتى تتكون مفيده وامتى تتكون مضره. هذا الشيء هو اللي غادي نعرفوا ان شاء الله اليوم. المكونات ديالهم سبق لي وتكلمت عليهم يعني في فيديو اخر قديم شويه راهو في القناه، شاركت معكم الطريقه كيفاش كنصاوبوهم، كيفاش يعني كنصاوبو كميات كبار بالنسبه للاخوات اللي كيخدموهم وكيحطوهم دي كوموند، وبالنسبه للاخوات اللي بغاو يصاوبو غير ديال فرد واحد. يعني غادي نوريكم انا كل شيء، غير بغيتكم تحلوا معايا ودينتكم، ما تضيعوا حتى شي ثانيه من لا فيديو باش ما يجيونيش اسئله يعني في نفس الموضوع. واحد الحاجه بغيت نشير ليها، اي سؤال تيكون الجواب ديالو اثناء الفيديو ما تنجاوبش عليه انا، واخا تنشوفو ما غاديش نجاوب عليه، لان هذاك دليل على انك كتنقز، بالتالي ما كتشوفش كل شيء وانا ما عنديش الوقت فين غادي نبقاو نعاودو شي حاجه تقالت اثناء الفيديو. عاوتاني الناس اللي كيدخلوا عندي الخاص وكيحطوا لي كوموند ديالهم في الواتساب، راني كنخلي لكم دائما الرقم هنا على حساب اللي بغى اي منتوج من المنتوجات الطبيعيه ديالنا اللي الحمد لله شاركات في معارض. بعد هذه غادي نقولها لكم ان شاء الله غادي يعجبكم الحال، لان الفضل تيرجع الله سبحانه وتعالى وليكم والرضا ديال الوالدين. تيشاركوا يعني المنتوجات ديالنا بزاف ديال المعارض والحمد لله كيديو احسن الجوائز. غادي نشارك معكم ان شاء الله من هنا لقدام يعني المعارض اللي كنمشيو ليهم، ونشاركوا معكم ان شاء الله هاد الجوائز وبزاف ديال الحاجات. غادي نتكلموا على تحاميل الصحراويه، كيفاش كنصاوبوهم وكيفاش يعني الحوايج اللي انا ما تنحملهمش شخصيا، لان الميدان ديالي هذا ما تنحملهمش انهم يتزادوا فيهم وما خصهمش يكونوا فيهم، تيرجعوا على الصحه ديالنا بالضرر. غادي نوريكم عاوتاني نصائح اخرى اللي ما جاتنيش حتى في التعاليق وما جاتنيش حتى في الاسئله على الخاص، غادي نشرح لكم كل شيء. واحد الحاجه ان اي وحده دخلت عندي الواتساب يعني النيميرو ديال الخدمه اللي طالع لي عندكم هنا على الشاشه، ما تسولنيش على شي حاجه كاينه في القناه، اللي كاينه في القناه ما كنناقشهاش انا في الواتساب، واخا نسمع الاوديو غادي نخرج، لان مثلا تطلبي مني واحد الحاجه سبق ليا وشرحتها وعطيتها لكم بمكوناتها وتفاصيلها بلا ما نعاودوها، باش هكذا ما كنضيعوش الوقت، لان كيكون واحد الكم هائل ديال الناس في ظرف ساعه ما تنتمكنش انا باش نبقى نعاود الهضره، يعني تنحاول نجاوب لو ماكسيموم. هادشي اللي بغيت نقول لكم، حاولوا ما امكن ترجعوا للفيديوهات باش تبقاو تشوفوا الطريقه وتشوفوا المكونات. غادي نقول لكم حاجه، ان التحاميل الصحراويه سيف ذو حدين، انا مولفه معكم الصراحه واللي كاين تتسمعوه صافي بلا ما نبقاو يعني كنكذبوا على بعضياتنا، انا مولفه معكم مصداقيه، مولفه معكم الصراحه. اي حاجه حلوه تزيدوها في التحاميل تتولي ضرر، تتولي يعني العش ديال الديدان، تتولي سينتا، تتولي عواد بطن، فعني ممكن تنفخني وتتولي تضرني. ما تزيدوش الادويه في التحاميل. بزاف ديال الناس كي هكذا كيقولوا لي صاوبي لنا التحاميل وزيدوا لنا فيهم السيرو الفلاني او فاتح الشهيه الفلاني او دردك او غير ذلك. هادشي راه مضر، او زيد لنا فيهم يوكيبي، دير يوكيبي بوحده، راه يوكيبي ما بقاتش اصليه. انا تنقول لكم راه ولا داكشي مزور وراه كيبيعوا بالاسم ديالي. اي واحد كيشري التحاميل من غير هذا الرقم هذا راني ما مسؤولاش عليهم انا، راه الناس كيديروا التحاميل في البواطات وداكشي راه ماشي مزيان، وكيكتبوا عليهم ام ياسين وكيبيعوا، راه ماشي انا. اي واحد جاوبته انا على هذا الرقم هذا راه هو هذاك، ما جاوبتوش ما ياخذش. بالنسبه للتحاميل الصحراويه كاين اللي كيخلطهم بالتمر، كاين اللي كيخلط بالدروا، كاين اللي كيخلطوا ويزيدوا. عندك التحاميل وعندك الكريمات شيء لا يعلى عليه، خصوصا الكريمه اللي سبق ليا وتشاركتها معكم ديال الدروه ديال الجمل.
شوفوا كيفاش كتكون. البنات اللي تيسولوني تيقولوا لي بغينا واحد الزيت درتيها بشمع النحل، هذه راه ماشي زيت، هذه كريمه كتكون على هذا الشكل. البنات هانتوما شوفوا، يعني على حساب لي كوموند ديال الناس باش كنصاوبوا، هانتوما كتولي جامده خصوصا فاش يكون الحال يعني بارد. صافي تنشدوها وتندهنوها على المكان اللي بغينا نديروا عليه، وكنحط لكم انا الاراء ديال الناس اللي جربوا، راه كنحطهم لكم في المنتدى. الناس بزاف اللي تيشكروا المنتوجات، اللي كانوا يديها ضعاف، اللي وجهها ضعيف، اللي صدر ديالها صغير، اللي بزاف ديال الحاجات كيديو هادو. فاش كنهضروا على الارداف او اللي هومش، هنا تنقول لكم الكريمه مع التحاميل. الناس اللي كيتواصلوا معايا على الخاص راهم مئات الالاف تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك، راه غادي يعرفوني باش كنصح. انا تنقول ما ديروش الادويه، راه تنتمنى انكم تفهموني. اللهم حاجه تغلظني بالتاويل، ولا حاجه تنفخني وترجع ليا بالمضره والامراض. تنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. حاجه واحده اخرى، هذاك السؤال ديال واش هذاك الشيء اللي قدام الكاميرا هو اللي خلف الكاميرا، تماما والله على ما اقول شهيد، ان اي حاجه كتحط امام الكاميرا كما غنتشارك معكم دابا الطريقه ديالهم والاستعمال ديالهم وكل شيء، وحتى المكونات غادي نوريهم لكم باش اللي فلت ليها الفيديو الاول شوف هذا. غادي ندوزو دابا للطريقه وندوزو للمكونات. مرحبا بكم، ما تنساوش ليا ابوني فلاشين، وما تنساوش واحد لايك باش هكذا تيطلع الفيديو لاخواتكم اخريات كلشي كيستافد. غادي ندوزو للمكونات البنات، وغادي نقولهم لكم على السريع بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش الفيديو السابق باش هكذا كلشي يفهموا، حتى شي واحد ما يبقى عنده شي سؤال ان شاء الله. ونقول لكم الفرق، الفرق ما بين هاد التحاميل اللي سبق ليا صوبت معكم وهذا. غادي نهضروا على هاد المكونات هادو اللي كتشوفوا هنايا، غادي نهضروا على السانوش، غادي نهضروا على الكتيره، البكبوكه، الشيح، غادي نهضروا على زريقه خيزو، زريقه الفصه، زريقه الشمندر. ها هما البنات اللي ما تعرفش زريقه خيزو، هاي شفتوها بزاف اللي سولوني عليها. غادي نهضروا على الخزامه والحلبه وحب الرشاد. هاد المكونات اوليه، هادو هما الاولى. شنو كنديروا ليهم؟ كنهزوا الكميه، ردوا البال ان الكميات هنا متساويه، مع ان المشاد هي الكميه باش غادي نخدم انا. كنخدم بكميات كبيره، مثلا كيلو 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 من الحاجه. نتوما مثلا كميه ديال شخص ديروا غير واحد الكميه قليله. بالنسبه للحلبه مع هاد المكونات الاخرى اللي ذكرت دابا، كلشي خصو يتنقى. هنا راه تيكون الحجر، راه فيهم التعب وفيهم يعني واحد المجهود، ولكن راهم الله يرحم اللي صنعهم واللي ابتكرهم، راه شي حاجه ايفيكاس. غادي تشدوهم البنات، تنقيهم من الحجر، تنقيهم من الاواب، تنقيو الا كاين شي بيبو شي حاجه الوسخ ما يبقاش. من بعد اللي بانت لكم رطبه يعني شدوها شمسوها، اللي كانت يعني مزيانه صافي دوز ديريكت للطحين. هنا ما كان نقليوش الاعشاب، اللي قلات الاعشاب راه غير كتخربق. انا نقول لكم من هنا خليو الاعشاب ديالكم مزيانين بلا ما يتقلاو، صافي حيدو كما قلت لكم الوسخ وطحنوهم. بعد ما كنطحنوهم شنو كنديروا؟ كناخذوا الثوم الاحمر كما كتشوفوا عندي هنايا، وكنديروه في الكسكاس حتى كيفور، اولا كنسلقوه في الماء بالجلده ديالو هكذا هكذا، حطيه في الكاسروله حتى كيدوب كيولي هكذا بحال الزبده. حيدي ليه القشور وشديه اجنيه في المكونات. فاش كيتعجن غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي. انتم شوفوا مثلا هنا، ها شفتوا البنات، تتعجني الثومه ديالك في وسط هذا الشيء، ها شفتوا كيتالك، تيتالك. باش كتعجني؟ كتعجني بالثومه هي الاولى، وكدلكي بحال كدلكي شي عجينه، وكتفرتيها هكا حتى كتدخل وسطهم مزيان. من بعد كتشدي الدروه ديال الجمل، انتم البنات انتم شريو غير شويه الدروه ديال الجمل، ها هي راه ماشي هي الشحمه. الاخوات اللي تيقولوا لي الدروه واش هي الشحمه، راه لا علاقه، راه الدروه هي سنام الجمال، اولا هذيك الحدبه اللي تتكون عنده في الظهر ديالو، كيكون فيها هادي وكتكون قاصحه، والريحه ديالها تتكون مختلفه تماما على الشحمه العاديه. كنشدوها كنقطعوها طريفات صغارين او مكعبات، وكنشدوها وكنديروها في الكاسروله حتى كدوب عاده، باش هي كنبداو كنكبو كنخلطو وحنا كنعجنو. بالنسبه للثمن ديالها تيتراوح ما بين 200 درهم و 250 درهم الكيلو، هذا هو الثمن ديالها. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني عليها، في الصحراء كتكون اقل، يعني الناس اللي كاينين اللي في الجهه ديال الصحراء كتكون اقل، ولا اقلتو راني خدمت معكم بها حتى الكريمه ديال التسمين، شفتوها كيفاش كتجي، اللي فيها شمع النحل، فيها السمان، فيها الزيوت معصره. هنا في الزيوت معصره راه درتو واحد الغلط، هو انكم ما فهمتوش اش قلت، هو انكم كتمشيو عند هذا اللي كيعصر الزيت، كتديو الزنجلان، الحلبه، الصوجة، وكديو مثلا واحد نص كيلو من الحاجه، وهو كيأثروا وكيعطيكم حقيقه فيها مكونات غاليه، ولكن راها زوينه يعني ومضمونه وما فيهاش الاضرار.
ما عندهاش اضرار واخا ديريها حتى للوجه ديالك. الذروه ديال الجمل موجوده في بزاف ديال المنتوجات، منهم اللحسه الصحراويه. اللحسه الصحراويه الا ما فيهاش الذروه ديال الجمل اش غادي تاكلي فيها؟ راه ما فيها حتى شي نتيجه. الاخوات اللي تيقولوا لي نخلطوا غير بالعسل ونحيدوا الذروه، نخلطوا غير بالشوكولات، لا نهائيا. المنتوجات اللي تنخدموا حنا اغلبيه فيهم الذروه ديال الجمل نظرا للصحه، انها صحيه وبزاف ديال الحاجات. غادي نوريكم قداش غادي تكركبوهم. هانتوما شوفوا قداش غادي ديروا بحال هكذا. هانتوما غادي تصاوبي، غادي تقولي لي شحال غادي يكفاني. غادي يكفاك 180 حبه. هذيك 180 حبه كتصاوب في بواطات كيما هادو 60 60 60. هذيك 60 60 كل 60 ديال شهر. صافي انا قلت غندير هذا الفيديو باش نشرح لكم فيه باش ما يبقاوش يجوني تساؤلات بخصوص هذا الموضوع. بالنسبه ل 60 60 60 هذا قياس واحد. غادي نهضروا على الانبر لانني تخطيته ما هضرتش لكم عليه، ونوريه لكم ونوريكم الاصلي ماما مزيان. صبروا. بالنسبه للانبر كاين هذا، شوفوا الجرام راه والو، ما فيه والو، وكل شخص راه خاصك ديري ليه جرام، يعني جرام ما بين نص جرام وجرام، كل شخص واحد، كل وحده خاصها دير هذيك الكميه. غادي نوريكم الانبر الاخر. هذا البنات الاسود هو اللي كنفضل انا في التحاميل، والريحه ديالو في شي شكل مجهده بزاف باش كتعرفيه اصلي في واحد الريحه مجهده. الانبر راه كيتجبد من الحوت البنات، الاخوات اللي تيسولوني منين تيجيبوه تيتجبد من واحد النوع من الانواع ديال الحوت سميتو حتى هو الانبر. كيشدوه البنات كيخدموا بهذا الكحل هذا في التحاميل. كاين الرمادي ولكن انا كنفضل الكحل. انتم شوفوا كيفاش كيكون، كيكون كيبري داير بحال الزاج، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. المهم بالنسبه اللي بغى يخدم واحد الكميه كبيره غادي يشوف شحال بغى يخرج، وتيبقى تيدير يعني تيلعب ما بين نص غرام والغرام. كافي 180 حبه. بالنسبه للثمن ديالو تيكون ما بين 220 250 درهم 270 درهم، ما كيفوتهاش الغرام واحد. هذا هو الثمن ديالو، راه بحالو بحال الذهب، راه غالي ولكن راه مزيان بزاف. الاخوات اللي غادي يقولوا لي واش ممكن نستغناو على الانبر؟ نعم ممكن، تصاوبوا غير التحاميل بالاعشاب وبالذروه ديال الجمل كيعطيو نتائج مرضيه. اللي بغات تزيد تزيد الانبر ممكن، وممكن انكم تزيدوا فيها زبده الكوك. هنايا بزاف ديال الاخوات اللي كاينين في نفس الدومين ديالي تيبقاو تزيدوا الزبده ديال الكوك في التحاميل ديال الانبر، انا لا، انا اجز عليا ندير كل شيء بيو، حتى زبده ديال الكوك الا بغيت نديرها خاصني نصاوبها من الاحسن. اما بالنسبه لينا حنا كنهضروا على الناس اللي كيجوني عندهم اسئله اخرى تيقولوا مالين البواسير. البواسير ما عندك حتى شي اشكال انت مع التحاميل لان فيهم التوم، بالعكس راه كاينه اللي خداتهم وفيها البواسير والحمد لله جاب الله الشفاء على التحاميل. الفرق فين كاين هو ان لا كانت شي جرحه حشاكم في المخرج تما كدهنيهم بشي زويته من الزيوت اللي كتدي من عندنا، ولا ما عندكش الزيت ديالنا كتدي الزيت الروميه ماشي البلديه، هي باش كدهنيهم وكديريهم باش ما كيزيدوكش جرح في جرح وراه كيبراو وكيبسوا. علاش؟ لان فيهم الثومه، فيهم حب رشاد، فيهم الخزامه، فيهم الشيح، وهادو شي حوايج اللي مزيانين للبواسير. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني، تنتمنى انكم تواصلوا معايا على هذا الرقم اللي كيطلع على الشاشه. يعني كاينين منتوجات كثيره ماشي فقط ديال زياده الوزن، ديال بزاف ديال المجالات. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كل شيء، ما بقاش عندكم شي سؤال هنا. غادي تقولوا لي كيفاش غادي نضيف هذا، كل مره كنتفكر حاجه، هذا كندوبوه كيدوب حتى كيدوب عاد باش كنعجنوه في ديك الكميه ديال واحد. عقلوا ان هنا خاصنا نديرو نص غرام او غرام لشخص واحد، وكل واحد كيلزمو 180 حبه، بمعنى هذا ثلاثه البواطات كنديروه في بواطات كيما هادو 60 60 60، اولا الا كان شخص واحد كيمشيو ليه مجموعين. صافي فهمتوني كيفاش؟ راهم مزيانين. الاخوات اللي بغاو النتيجه ثابته ما توقفوش التحاميل ديالكم حتى تكملوا ثلاثه البواطات واعطيوهم باتساع. كنتمنى تكونوا فهمتوني، وتنتمنى يكون الشرح واضح، واي سؤال خليه ليا في الخاص. تنتمنى ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا فهمتوا كل شيء وما يبقاوش تساؤلات بخصوص هذا الموضوع. والى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.